السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ده الفيديو اللي فيه شوية خصائص كده في الكاسيت بتاع النيسان سنترا، نجرب مع بعض كده في شوية حاجات جديدة. أنا برضو مش عارف إيه هي كلها، بس قلت يعني إيه أقول لكم الموضوع. لو أنا دوست على الزرار واحد ده فترة وفضلت ألف البكرة، ظهرت الشاشة زي ما احنا شايفين، فيها اوبشن كتير جدا. طبعا يعني كلنا بنقول ان هي ما فيهاش بلوتوث والتليفون والعلامه بتاعت الوايرلس، فالكاسيت كمان في ان احنا نقدر نعمل مثلا دوسه كده هنا باتون تشيك، ده يعمل لك تيست على كل الزراير. كل ما تدوس على زرار تعرف ان الزراير ما فيهاش مشكله. نرجع تاني سيك. طيب الديسب ده هيظهر لي الشكل ده تاني. طيب انا لو دوست على ال RPT RDM، خدوا بالكم انا بجرب معاكم. في السوفت وير فيرجن، انا فضلت دايس على الديسب ده ديسبلاي يعني فتره طويله، ظهر اعتقد ده السوفت وير بتاعه فيرجن. طيب نقلب تاني هاردوير فيرجن EEB، لسه عايزين نشوف معاني الحاجات دي كلها. L2، طيب نرجع هنا، ده بيعمل تيست على السماعات. فرونت رايت، سماعة امامي يمين، التوترز اللي فيها فرونت رايت، الرير رايت والليفت، دي مش شغالة، والتويتر ليفت مش شغالة. عايزين حد بقى من اهل الخبرة يساعدنا في الموضوع ده، هل الواحد ممكن يقدر يركب ميديول مثلا بتاع البلوتوث جوه الكاسيت ده، ولا الحل ايه؟ عايزين نجيب الموديل بتاعه بالظبط بالموديل نمبر زي ما احنا جبنا كده، وهندور بقى على النت ونشوف ايه اخر الخصائص اللي في الكاسيت. وشكرا ليكم.